تلي زرين النهار فزورا نسلن سلام رانوس الوين تيجي عبد المجيد تبون يبض ونغلافة من زون تمورت أيمن بن عبد الرحيم تصف حيث بوسن الجمعة 19 ذي ما جوز وجلف 23 يبض غار جدة الولاية السعودية يروح ذي نمثل نص الوين تيجي ذي قاشوش تنت مورت عرابين دي تزريك ناس ثيس 32 كلان سولي ذي تولى في نكيب مي يبض ونغلافة من زون تمورت غار تمورت السعودية. نادي غالي حالا تينا وثان بهان سرافس سريري وتذي وثن طريق ثاني مزلي ذاك ناديلي وضوص الجهد 60 غير 70 كيلومتر دي الساعة ويزمر اذي يعدي 80 كيلومتر دي الساعة ضدو على ديكلو استعجاجين النرمل وذي عكر ذي ثمولي ذلي حالا على يفذون سوزقين بوسا لما ذل عشرة قيض كيون واس الولاية الثانية تمثال تتميمون اجفا اضرار المنيعة ان صالح اليزي ورقلة يقضي الولاية الوادي. نعدي وع غار وحريش تمهوري يتكثكو بني ثان صونة راك اللقديش يقود تغيوانت نسيدي عبد تغيوانت نرجام تغيوانت بني الحسن ذي الولاية انتسم سيل تدلت فاقي دي لاني وسنانين تغيوانين ذي ثلاثة ذقوا هي لنو سنانين تذار ثاني مزداغ لد غادي تمناضين تيلي محمد سعيد أوراقي وغالد سوايا استفادت اليوم بلدية الأرجام في إطار اتفاقية المبرمة بين بلدية الأرجام ممثلة في ولاية سمسيلت ومؤسسة سوناطراك من ملعب جواري بدوار المسوس. هذا الملعب اللي راح يكون متنفس لساكنة هذا الدوار الذي صنف في إطار مناطق الظل. نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة سوناطراك على هذه الالتفاتة، كذلك الشكر موصول إلى السيد والي ولاية سمسيلت على المجهودات المبذولة. نشكر مؤسسة سوناطراك على هذه الاتفاقية لفائدة بلدية سيدي عابد لفائدة سكان دوار راسالمو بإنجاز إعادة الاعتبار للملعب الجواري لدوار راسالمو، كما نشكر السادة السلطات المحلية على هذه المبادرة. ماذا جيونو سنتال وذي الولاية نجيجا التي تحسب ثمنا طلق ديشا تمهوري ذي ثغالثين نتغيوان تنوجانا ذي قدورا ثم يفذان لقديشا سيم الميكان ذا زال نتذم سما شي بيد أسدون تموسني ذو سنيرام إيوس حفيفر فلاس النولية تصي طريق أيمن بن عبد الرحيم يقوذ يمين أبواحي إذا جي أقلق ذي ثمنا طلق ذي شت سمغوري ذي ثغالثين نتغيوان تنوجانا إديز كان غفي ذرار الولاية نجيجل إلا دوسي وضن الجزء ذا تريسيتي غار غرس السوزل نتدريم تي بضن غار 26 مليارين نص سنتيم ذك سوي غن وسنرني غن يوثن التما مناطق نشطات معنية بعملية الربط منها منطقتي وجان وابن أحمد بقوس قمنا بوضع الخدمة حيز الخدمة ومنطقتي شوف الاثنين بولاد يحيى ومنطقة سطارة الأشغال جارية بها. فإن طول الشبكة الكهربائية لهذه المناطق تقدر ب 34 كيلومتر والغلاف المائي المرصد يقدر بأكثر من 23 مليار سنتيم. أما طول الشبكة الغازية يقدر ب 16 كيلومتر والغلاف المائي المرصود لهذه العمليات أكثر من 3 ملايير سنتيم. في ريث الأول هذا سلقم الأخصاصات ذو سركذ الميل غفثمي وين التمهورين ذو الصنعات ذينا رديين أشقر وسوزة لسيون لقديش. احنا 20 عامل. 20 عامل. 20 عامل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. تدخل الفرز في حي في حيز الانتاج المكثف دونك هنا يكونوا العامله راح تزيد العامله لست مؤقته تعتبر العامله و اون بلوس لا ريجيون هذه صدر الفائض من الانتاج نتاع الفرز نحولوه نديروا له تحويل. أفوذ المعاونة الدولة غتسيلين غاري ذي سن يسنير من أذي زار ثفاث السفر السث مسني غذ المحذرة أني مضقان ذو ولل إمي أثذم سان تتفدى غفت جديتنا التمهوريا وثمهوريا يزوراني نس ذيال في اختيان ثمينوث يظفر لقذي شلف غي غتسفغست. العدي غار الولاية نتباتن تندث جرد الفشيان المشمش تغالين غار دفير ذي الغلة من مقل غار سكوسن يزرين سبات يفدن دفير ويا تنتدن والدي ثوريق فنساعد حريقة ويمين أبواح ذي يوث نترزع غيسر سندي تفحيرين نوهمو نغن الفكيان المشمش ذي الولاية نتبتنت نرد سلولها ذا كان تفحيرين الشحان تسي الغلة من مقل غار سكوسن يزرين على حساب نوا والدنا الفضغه في يلسا وني في اللحن الطمنط. غير مطر ولاش وتوري ماشي توري شاب صح ولاش تقواتا وثوطي وكل ولاش
وريودا نوكل تيايا غير تنوباوين غير نقاوت وكل ولاش تقوات تنتشا حتى هذه دارت نغولاش هذا حبوث ولاش تير المطر ولاش يا خويا نشكر زيودا نوكل جنانات المهم سيدي سليمان ثر واحد التكسلان ينا تلا تقوات هينوباوين ولاش الكشعبان ولاش الحدا ولاش هكسلان ولاش احبوه ولاش ماجيك سكوامان هاك سلانها ذي سكيم السولدات شني خليها والله ما قوت وديم سقوا صاحبه ما كانش هو ليش تهدر هاك تشوف ها هاك تشوف حبه ما كانش مازق سي الجفاف مغرى وليش مو ما نلسش غرار ذي الهلكة في تمغن هي ريسكلا غن المشماش غير وغوراني فدن دفير الشحة ذي القلان الغلة أرنو أرويا غن قصني في اللحن التفحيريني السوغن في الزقزو تظلي ذن قاسدي دقسنة غيوانين غاريسو قوسنا ياغين قورا كنو ترى عمد الجنان يروح يقور تعوينين ولاش وذن مسؤولنا داسن الوعدن الصندار ولاش الصندار الصندار فقنا لقني من سنري الدار اي ثابر خوخ دينا لو كان هاتزلزي سامة لها العوام لو كان هاولاش الصندار كل شيء يقار لعبة ولاش متاسو اسمها تولى اظهر يقور والحل الحل غرق الصدار حوالي 5000 شجره قور وحتى لعبات قور وما تكملها وما تكملها ماي عند كرسي تروحوك كل تروح ازال مقرن الغلن المشمش يتسيلي تسيل ولايه نتبتنت اذل قديش يتسنسر نشيط شيط غريف السنة نفلحن موردي لارا ثيري ريثو سنسر نوضر ذي شركة سث غوزيان لفيور تسيري ريث نلولها غاريا لفوذ ديما ذي الولايه نتبت انت يفضل قديش تريريت ان الغله تيشيرت ذا الغله ينان خاص ما قالني فلاحان الدقس نوكور انا تريد نولي ذي ثوريق تنسعيد حركي ويا من ابواح ذي تفحيرين التمان ذرع عطينا ثغيوانت مروانا ذي الولايه نتبت انت وما دقسنا التفحيرين ان تغيوانت اولاد سلام قصر بالزمان كوذ عين جسر تفذاغي كان ثم هلثن وقلا عن التيشيرت سيكرب بوسان يزرين تفحيرين السنتس الغله الغله يتشارى نوراون احنا عندنا انتاج وافير السنه شوف ترى شوف هاي السلعه الله يبارك احنا هذه سلع هذا خير كبير سلعه بلادنا شوف هاني نشوفه في السلعه الله يبارك رانا في مده الفلاحه هذه تاع الثوم هذه مده 20 سنه والله فايته 20 سنه احنا رانا نخدموا فيه عام يعطينا عام ما يجيبش عام يجيب كيما السنه كيما السنه عام وافير كاين الخير سنه هاك تشوف الخير هاك تشوف فيك فيها خير تاع بلادنا هاك تشوف فيك فهم دايرها اذلو فاريد يلا نسى للدقس اللقذي الشاثن قيثي ذي او ثمار تذريمت ويرنا يمو قريثان وغذلنا القلة نتساوي لا ثذو صبون السماغن تونزو ثنتي الشرث اتسلو ثي السنقوقو لنا لفغيني فلحان نهار الاول خسرت عليها تقريبا 500 مليون تعبت عليها شريتها الزريعة هذه شريتها ب 40000 الكيلو 40000 الكيلو درك يجي التاجر يعطي لي 3000 الكيلو الخدامة والتراكتور والمشاكل والدواوات ودروك يعطيني 3000 الكيلو خاسر دروك كامل خدش راس مالي وكل حتو في الثوم هذي على واش دعموه شباب الخدامة نعطيك مثال الخدامة ندير اليوم عنده 40 خدام 4 ملايين للنهار 4 ملايين للنهار والثوم دير 3000 كيفاه الفلاح هذا من بعد يزيد يدير 30 خدام ولا 40 خدام كيفاه يدير ما يديرش ذي فلاحاني رفضنا شقرو ويفغسن العثاف غار ثفاث مشا وغوران تسمقران ذي يالثما ذا يني السنقسان ذي لفغين وسيما لي سكاو ثي قشرار ايا كان صوت ايضا غار ثكران لسان السماسي اخذ نوع تلك ايضا غار ايضا تنمير ثارة ذي شكرا جزيلا لي